العاطفي. دكتورة في قبل الفاصل انت اتطرقتي لمراحل التعلق اللي هي مرحلة الارتياح والاعجاب والحب ومن ثم التعلق، يا ترى هل هذه المراحل لها مدة محدودة علميا عندكم في علم الارشاد النفسي، ام ان تكون فقط يعني متفاوتة؟ رائع جدا استاذي. بدايه احنا مش هنقول ان هو بشكل علمي بالضبط، ولكن في مساله الارتياح انا ممكن ارتاح لشخص فتتكون علاقه معنا فنفضل وقت طويل في الحياه سنوات عديده ويمكن لاخر عمرنا احنا بقينا اصدقاء جدا. ايوه ما بيننا صداقه رائعه جدا، وبقت بالنسبه لي اكتر من اختي او بالنسبه لك اكتر من اخ اكتر من اهل. فدي صداقة إحنا بنحافظ عليها عن طريق تعاملاتنا مع بعض. دايما أنا بحافظ على العلاقة، أنا ثقة بالنسبة لك، كل الحاجات دي بتساعد على عملية إن ارتياح يستمر. بتتكون من وراء صداقات بقى ما بين أسر وعائلات وناس وحياة. طيب إيه اللي بيأثر على مسألة الارتياح؟ فقدان الثقة. أنا حكيت لها موقف، هي راحت حكت للناس، حسيت إن أنا في الوقت ده أنا فقدت ثقتي بالشخص ده. طيب دكتورة، يعني مع فقدان الثقة ما بين الطرفين، الصوت واضح نحن معانا، بس لو تنزلين شوي السماعة. نعم. نزلي السماعة شوية بيطلع الصوت أوضح. ما في صوت أصلا. ما فيش صوت؟ بس بتسمعيني صح دكتورة؟ لازم خليني عشان أسمعك. الحين بعد ما فيش؟ مفصول الصوت. هو المايك شغال معاي الأمور طيبة، نحن نسمع الصوت بشكل واضح. لا دكتور تعرفوا شو تسوين؟ سماعة كذا؟ هي مفصول ما فيش صوت. ما فيش صوت؟ لا ما فيش صوت من وقت، من ساعة ما كنت بتكلم. عمر بدل بين السماعتين، وش رايك؟ طيب استرسل انا ولا شيء؟ طيب على مسألة الثقة، يعني دكتورة نحن نعرف ان احيانا يقولك اذا انكسرت الثقة ما بين الطرفين صعب انها ترجع مرة ثانية، فاذا مثلا في حال مسألة التعلق العاطفي في شخصين متعلقين ببعض بشكل عاطفي جدا يعني، فصار ان في يعني نوع من الثقة اللي هي اللي انكسرت في ذيك اللحظة، فاذا حاولوا مثلا استرجاع الثقة ما بين بعضهم البعض، هل بترجع الثقة مرة ثانية ولا خلاص يعني الباب انقفل كامل؟ لا ان شاء الله ما فيش باب انقفل، ان شاء الله الله يفتح الابواب بالخير. امين يا رب. طيب حضرتك بتحكي هنا عن مرحله الحب، اثنين متعلقين في الحب، لكن انا كنت بنحكي من شويه عن الارتياح. فمرحله الحب لما الثقه بتنكسر ما بينهم احنا بنحتاج مده طويله اني افضل فيها في حاله من الاثبات. طبعا انا لما اكون انا بحب الطرف الاخر ومحتاج ارجع الثقه، لان احنا بشر ممكن اي موقف يحصل من اي حد من الطرفين، فانا محتاج فتره طويله استمر. عارفه اللي بيسوي عندنا حاله من تعديل السلوك عندنا، فبقول لها دايما عشان تعدلي سلوك حد معاكي لازم تفضلي فتره طويله على نفس السلوك الجديد اللي انت اتبعتيه. هذا اذا كان الشخص مش نرجسي. لا لا ما بنحكيش بقى عن نرجسي، حد حابب حد وعايز يكمل وياه. فببدا ان مشكله الثقه اللي انكسرت ما بيننا او حصل فيها مشكله معينه، انا ببدا اكمل على اساس ان انا هو نفس الشخص، واحاول ان انا اكتسب ثقتك، واحاول اعمل اي شيء تخليك دايما حاسس بامان، لان هو الامان مع الثقه خلاص ما بقاش فيه امان. فانا محتاج فتره طويله علشان احاول ارجع ده. ولكن الناس نوعين، في ناس بتبدأ تتسامح سريعا وتنسى الموقف وتعديه، وفي ناس بيبقى مترقب، هيفضل مترقب لك. أيوة. أول خلاص يعني غير مقصود هيبدأ يعمل حاجة اسمها اكترار الماضي. أيوة. يقول لك فاكر انت ما فيش فايدة، هذه من الأخطاء الشائعة. تصيد الأخطاء احنا عندنا اسمها اكترار الماضي، أجيب لك تصيد الأخطاء الماضية اللي هو تقريبا خلاص انتهى الموضوع. لا أنا ببدأ أفكرك
ما تنساش انت كان ليك مواقف معايا سابقة ما تنساش هكذا. فطبعا احنا محتاجين هنا في موضوع الثقة دي اولا ان الشخص التاني اصلا يكون متسامح، يعني يكون متسامح علشان هو يقدر يقبل اعتذاراتي او ان انا هوريك الفترة اللي جاية مني تصرفات جيدة ومش هيحصل تاني ودي خطأ يعني زي اي حد بيخطأ. طبعا لازم اتسامح في النقطة دي. الشيء التاني استمرانية، ان انا بحاول اثبت ان انا مش هيحصل مني موقف ده تاني وان ده كان على سبيل الخطأ. نعم. فدي من الطرفين. امر اخر ان ممكن انا اعطيك الثقة وأبدأ أحاول ها نكمل، لكن ممكن أنت تبدأ ترجع تكون لعبة بالنسبة لك، كل شوية تعتذر وترجع تعمل أخطاء وأنا أكتشفها، وده الأصعب إن أكتشفها. بعد كده بتبدأ هذه الألم ما الأصعب. هنا بقى بيحصل إن قيمة الشخص عندك تبدأ تنزل تنزل من نظرك، ودي أصعب حاجة لأن اتكررت نفس الواقع أو نفس الأخطاء وأنا بكتشفها كل مرة. من الجانب النفسي يعني أتوقع يحتاج لعلاج صح؟ أيوة طبعا دكتورة. طبعا لأنه هنا الثقة خلاص يعني أنت كده لعبت بحاجة اسمها الثقة مع بالذات الأنثى. أيوة. صعب جدا أنك ترجع تاني تكررها وتكررها وتنتظر منها هي التسامح تسامح تسامح، يكون صعب. أو العكس يكون هو شخص حساس وهي كل شوية تخطأ فيه تهينه تعمل شيء يقلمه أو يفقد الثقة فيها، بعدين نرجع نكرر نفس الموضوع، بيكون صعب جدا بين الطرفين بعد كده. ولكن نقدر نقول ان في المحبة والأمان اللي احنا كنا عايشين مع بعض اقدر اديك فرصة للتسامح مرة اخرى، عليك الاثبات. احنا على الطرف الاخر الاثبات، هي بقى هو عليه ان الشخص الاخر اللي اخطأ يحاول يثبت بعدها، والفترة طويلة متصلة لمرحلة الاثبات اللي يحتاج لوقت طويل. في نقطة بقى مهمة جدا، في اشياء ممكن نسامح فيها وفي اشياء صعبه ان احنا نسامح فيها. ودي المهمه برضو نعرفها. وبتختلف من شخص لاخر. طيب دكتور اللي يسامح على كل مره مهما كان ثقل الموضوع او ثقل اللي صار، فهل تشوفي ان هذا نوع من الاستغفال او غيره ولا لا. طيبه او الطيبه الزايده يمكن الطيبه الزايده ده قلبه جميل ده يجي يقعد معانا في الاستوديو. طبعا دي طيبه وقلب رحيم وقلب كده طيوب وحلو متسامح، انسان متسامح مع ذاته وبالتالي بيدي فرصة للتسامح مع الآخرين. لأن بس هل تشوفي الموضوع غلط ولا؟ هو أحيانا بيكون جميل وحلو إنسان كده قلبه براح قلبه واسع وطيوب كده وحنون، وإحنا كلنا نحتاج الناس دي بنفتقدها في حياتنا، لكن أحيانا بيبقى مع ناس خطأ. فأنت بتعمل كده بتضر نفسك لأن كل مرة هيبدأ هو نفس التلاعب بقى النفسي عليك ويعمل نفس الأخطاء تاني ويعمل أشياء تاني من ما كنتش أنت عارف وتكتشفها. فالتسامح ليه أبعاد، بعد كده خلاص في نقطة عدم الرجوع. طيب أكيد مهمة. أكيد دكتورة. طيب خلينا ندخل موضوع الغيرة في موضوع الثقة موضوع التعلق والحب، وش تأثير الغيرة على هذا الموضوع يعني موضوع التعلق والحب؟ طيب في موضوع الغيرة دي طبعا هي متواجدة عندنا كلنا، بس الغيرة الطبيعية اللي احنا ربنا خلقنا كلنا عندنا جميع المشاعر، احنا هنا داخلنا في عقلنا في السبكونشيز مايند في العقل الباطن كأنه قاموس جميع المشاعر فيه، سعادة وحزن وألم وحماس وشغف وكل كل المشاعر من ضمنها الغيرة، والغيرة دي اللي هي الإحساس الطبيعي اللي عند أي حد. طيب الغيرة الطبيعية ان انا اغير من مواقف الجميع ممكن يغير منها. طيب بس برضو عندي العلاج، عندي العلاج ليها، ان انا مثلا هنصحك ما تعملش موقف ده تاني مثلا بيضايقني ما يصحش ده كده تمام، وابدأ ابقى اعمل نفسي كيان، يعني كيان بلاش ان انا في وقت الغيرة الاقي نفسي انفعلت وقلت الفاظ وعملت تصرفات يعني اراجع نفسي ان انا كسرت الشخص اللي قصادي تماما، شوهت صورته قدام نفسه قدامي، لا يعني في حاجات اخلي فيه دايما ان احنا في رجعه. فالغيره ليها حدود تمام، وعلى قد علاقتنا ببعض، ما جيش انا في مرحله الارتياح وابقى بغير عليكي لا يعني احنا في ارتياح يعني بعدنا صداقه. ايوه لسه ممكن في الاعجاب غيري مش مشكله، لكن في الحب نغير. ايوه مش من حق حد ياخد الشخص ده مني، ولكن مع الوعي احنا محتاجين الغيره الايجابيه اللي ليها وعي. يعني ايه وعي؟ انا ما جيش اغير من امك من اختك صحيح. يعني معلش يعني وهذه يا ما صارت دايما بتجيب لك المشاكل الزواجيه والارشاد النفسي. أيوه. بتغير جدا غيره مش طبيعيه امه اخته، يعني لدرجه ان في حاله جات لي بتغير اما بنته بتقعد يجيب لها هديه يعمل حاجه يشجعها تغير من بنته، البنت كبرت على كده. فيعني في غيره كده عارفه اللي هو انا ماشي بلا وجهه. ايوه انا ماشي وبس انا بغيره بس لكن انا صح ده خطا، طب مع الاشخاص الصح
طب الناس دي ينفع أغير منها؟ فهماني؟ أيوة. يعني في أشياء كده لازم تكون عقلانية وأكون أنا اللي بتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فيها. طيب الغيرة بقى السلبية مدمرة، ممكن أقول ألفاظ وقت غيرتي، أعمل حاجات، أدخل على تليفونك، أكسر تليفونها، أعمل كده أشياء مش طبيعية نفسيا. الغيرة بقى المرضية هنا بتدخل في مشكلة نفسية عند الشخص بيمحتاج يتعالج منها، من ضمنها الشخصية الحدية، أنا بخاف من الهجر، فلو فكرت تعمل حاجة تخليني أحس إنك هتروح مني، الغيرة تبقى عبارة عن نار تنقلب لحالة من الحقد النفسي. أيوة. أنا عندي سبب أفضل أدبر لك لحد ما أدمرك، دي تبقى حالة في الشخصية الحدية عندنا. السايكوباتي نفس الشيء، اللي هو مضاد للمجتمع، تلاقيه بيدبر، يعني أنا غيرت وضايقتني ونرفزتني، طب أنا هدبر لك شر، عارفة المكر بقى والشر. أيوة أيوة. والحاجات دي هرجع لك نفس الشعور. أيوة بس بقى أزية أزية. فدي بتبقى دخل في حالة مرضية محتاج طبعا يتعالج منها، دي من الصغر. أيوة. وأكيد تعرض لأشياء قهرته، ولما قهرته بدأت إن هي تنقلب، بقت أنا اللي بعمل دور الجاني. كان في قصة كده عن اسمها الانحلال في شخصية أو التحلل في شخصية الجاني. قصة كده بتقول إن في مجموعة فريق كده دخل يسرقوا بنك، فلما دخلوا يسرقوا بنك ومعهم الأسلحة رفعوا طبعا كل الناس اللي في البنك. فاللي حصل إنه لما جم يسرقوا الناس بقت يعني، والشرطة جت بره والوضع خلاص يعني هيطلعوا لازم يسلموا نفسهم، بدأوا يتحايلوا على الناس تحايل نفسي، بقوا يبكوا ويقولوا احنا غصب عننا ظروفنا والفقر والظروف الاجتماعية ومعاملة الناس لينا هي اللي خلتنا هنا وبنسرق اليوم، فانتوا ساعدونا عشان احنا ما زميناش حاجة عشان نطلع من هنا بأمان وسلام، احنا ما كناش عايزين نأذيكم بس احنا الظروف هي اللي جابتنا هنا. اللي حصل انه بعض الناس حوالي 70% من الناس لما دخلت الشرطة عشان تهاجم هم تخفوا وسط الناس في ملابس الناس وعادي كأنهم منهم عشان ما يتركش عليهم، والناس تجسدت في شخصيتهم، فين اللي يقولوا ما نعرفش. ايوه ايوه ايوه. اللي حصل هنا هي حتة في التلاعب النفسي عندنا. فانا ممكن اغير واقول لك اصل مش انت اللي خلتني اعمل كده، مش أيوة. انت اللي خلتني اعرف حريم، حددنا على هالشعور، مش انت اللي خلتني اعرف غيرك، مش انت اللي بتعملي كده، مش انت اللي ما حافظتيش عليا. ايوه. او هي تقوله مش انت اللي خلتني اعمل كده، ليعقل لهم على الثاني، مش انت اللي مهمل فيا. ايوه. مش انت اللي خلتني بتسالش عني فخليت غيري غيرك يسال عني. هاني تبدا البدايه تحايل نفسي بالضبط، انا ممكن اقلب عليه في التحايل النفسي ده. أيوة. او ان انا حصل معايا حاجات في الصغر في التنشئه خلتني لما كبرت بقيت انا بعمل نفس اللي حصل معايا وبعاقب بنفس العقاب، او ان انا عندي عادي ما احنا لازم نعمل كده. ايوه. هنا بقى اشياء كتير عندنا في التحايل النفسي. لما بنتحول لحاله مرضيه نحتاج ان احنا نتعالج منها. أيوة. طيب دكتورة تحسي إن مسألة التعلق العاطفي هل هو شيء طبيعي ولا إن الواحد لازم شوية إنه يعني يتعالج منها، بالإضافة إلى يعني مسألة الأشخاص اللي يتلاعبون بالتلاعب النفسي، ترى وايد مهم إن الواحد يدرك هذا الموضوع، إذا مثلا في أحد من الأشخاص اللي عنده النوع إنه يقدر يتلاعب عليك نفسيا إيش الطريقة، يعني إيش الحل؟ طيب إحنا من ضمن الأشياء هسألكم بعض الأسئلة عشان هتجاوب على الكلام الحلو ده. هو عندش عمر. لا لا أنت شيماء أنت. هي أسئلة المستمعين أنتوا. طيب في بعض الأسئلة هتقول هو أنا شخص متعلق أو لا، يعني بحب بس أو متعلق. أيوة. أول شيء هل أنا متعلق بشخص ما لأني أنا ما أريد أخسره؟ أو أنا لا أطيق الحياة بدونه؟ ده سؤال لازم تسأله لنفسك. طبعاً مش منتظرة الإجابة. السؤال الثاني هل أنا أريد أعيش من خلالك؟ يعني سعادتي تكون من خلالك فقط، ولا أنا عندي طريقة أسعد بها نفسي؟ فأنت مش موجود أقدر أنا أكمل سعيد. شيء آخر يعني الثالث، أنا بتمنى امتلاك الشخص ده وبحاول السيطرة عليه، ولا أنا بحب أتعايش في وجوده. سؤال آخر، هل أنا عندي غيرة شديدة عليه ولا غيرة مقبولة اللي احنا كنا نتكلم عنها دلوقتي. أيوة. في سؤال آخر، هتتوقف الحياة وهشعر بألم بدونه ولا الحياة بتكمل رغم الإحساس بالألم، ولا هتتوقف حياتي تماما من بعده؟ وهل بخاف من الهجر للشخص ده إنه يهجرني أو أفقده، أو أنا هفتقد فقط مشاعر الحب اللي أنا بحسها؟
فدي أسئلة مهمة جدا إن الواحد يطرحها لنفسه، الواحد يطرحها لنفسه ويبدأ يفكر فيها عشان يبدأ يعرف هو أصلا بيدير علاقة الحب مع أي طرف في حياته حتى مع أهله بيديرها إزاي، بشكل مرضي ولا بشكل صحيح، وإن أنا أقدر أسعد نفسي ولا ما بقدرش أسعد نفسي في عدم وجوده، فبالتالي أنا ماسك فيه بشكل أناني مش طبيعي. أيوة، في الأنانية أحيانا تكون موجودة في العلاقات. طيب خليني كذا في مصطلح، نرجع للسؤال الأول، السؤال سألتوني في مصطلح دكتورة في بالي، دور الضحية. أحيانا الواحد يمارس دور الضحية في العلاقات. أيوة، في العلاقات ما بين الطرفين. فيمكن السؤال على أساس إن اللي يسمعنا حاليا ما أعرف إذا هو من هالأشخاص ومحتاج هذه الإجابة. يعني في ناس إن تخاف إنها تأخذ دور الضحية أو دور اللي هو الجاني عليه. فإذا مثلا ما بين يعني علاقة ما بين شخصين صار إن في مثلا أحد الأطراف اللي ما بيتواصل بشكل يومي، يمكن ما بعد 3 أيام 4 أيام والله بتواصل، هل تشوف إن صح يعني ولا إن في نوع من الاحتيال على الموضوع، الاحتيال العاطفي؟ طيب في الجزء ده هنقول ان هي ليها ابعاد مختلفه. ممكن اكون انا شخص كان عندي مشكله في جزئيه الحب والعطاء والاهتمام من الصغر، فبالتالي طلعت انا محتاج اللي يحبني علشان يعوضني بالحب والمشاعر والاهتمام والحاجات كتير انا حباها دي عايزاها. فدي انا لغتي في التعامل مع الاخر في الحب، ده اللي انا اريده. أيوة، لازم اكون محدد ايه هدفي من العلاقه. الشخص الاخر ممكن يكون شخص متشبع، متشبع في وقته، متشبع بالمحبه، مش محتاج التواصل ال 24 ساعه. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ احس ان انا بعطيك 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 وانت فين لما بترد على الرساله بالضبط. فبالتالي هي ما فيش البالانس اللي احنا محتاجينه في العلاقه، فانا بتعب نفسي على الفاضي يعني. ايوه فهماني؟ فقدامي حاجه من اتنين، يا ابدا اتعود على انه هو تقريبا ما بيردش غير بعد فترة، أو دايما مشغول، أو دايما عنده حجج واعتذارات اللي هو بيقولها لي، فبالتالي مش متواصل بالشكل اللي مرضي بالنسبة لي أنا. فيا إما هكمل على الوضع ده وسيستم مشاعري على إنه هو ده الشخص اللي معي، ممكن يكون الزوج. فبالتالي لو الزوج يبقى خلاص أنا بسيستم نفسي إنه هو ده طريقه في التعامل في المشاعر معايا. وأبدأ بقى الوقت اللي هو تقريبا فضيلي، لازم يكون في وقت بس فضيلي. من الجانب العاطفي هل طبيعي يا دكتورة؟ لا، هو من الجانب العاطفي المفروض أنا لسه بقولها، هو لازم أكون مع حد عاملة بالانس معاه في العواطف، أنا بهتم فهو بيهتم، هو مهمل فأنا مهملة، فإحنا كده إيه في بالانس. إن إحنا كده مهملين في الحب يعني، بعيد قوي في المشاعر هكذا. أيوة، حتى درجة التواصل، حتى الوقت قد إيه، في ناس يعني على قد الكلمة يطلع كلمة واحدة. أيوة بالنسبة له، في حد لا بالساعات هيحكي عن مشاعر معينة. فإحنا ده محتاجين إن إحنا نظبطه مع الطرف الآخر علشان أكون حاسس إن في توازن في العلاقة. لكن ما أفضلش أشتكي أصلا أنت هاملني. أيوة، أنت هملاني، بصي أنت طريقتك، بصي أنت طريقتك. ندخل في إيه؟ إن إحنا دايما نتهم بعض بالتقصير. لا، يا إما أنا عذر إن هو دي طريقته في الحب. أيوة، هو ممكن يكون في حاجة برضو بتأثر علينا إحنا. دايما في فصلين الدماغ، فص منطقي وفص عاطفي عندنا كلنا. ففي الأنوثة بنقول إن معظم، مش كل، معظم النساء بتفكر بالجزء العاطفي يعني الاهتمام والحب والهدايا والكلام الحلو. أيوة، هي محتاجة ده. وإن الراجل دايما بيكون أو معظمهم منطقي. فلما بيكون أنا بتعامل كعاطفي مع منطقي، بحتاج بقى منه الاهتمام والحب والمشاعر والكلمات ورسل الأغنية وصباح الورد كده، وهو يكون بيحبها. أيوة، بس مش بيحبها بالطريقة العاطفية دي. حبها هجيب لك هدية يوم عيد ميلادك. أيوة، هجيب لك حاجة، تعالي أطلعك آخر الأسبوع، هغديك في مكان، هو ده تعبير عن الحب. لكن تقول ده أنا سويت وعملت وشوف أنت، هو مش بيفكر بالشكل العاطفي زيك. أيوة، فبالتالي أنا لازم أعذر ده، لأن إحنا اتنين بنكمل بعض عاطفي ومنطقي. أيوة، فهماني؟ فلو مش هنعذر ده ونبدأ نسيستم حياتنا على أساسه، بقى ابتعد عن العلاقة، مش مريحة بالنسبة لي من البداية. أنا مش هو ده اللي أنا أطلبه، لأن أنا مفتقده أصلا من الصغر. أيوة، أو أنا كأنثى بفكر عاطفي جدا، فأنا محتاجة اللي يبدلني ده. بالضبط. الراجل لما بيكون عاطفي برضو يكون متعامل مع أنثى بتتعامل بشكل منطقي بزيادة بحت كده، فتحس إن هي منطقية جدا، تحس إن هو محتاج عواطف يعني جوعان عواطف ومشاعر. يجي الأنثى يحس إن هي منطقية تماما، فيحس إن هو مش في بالانس. كان دايما يجيني كده في الإرشاد النفسي يقول لي أنا بديها عواطف كتير ومشاعر وكلم، هي فين وفين لما ترد. أيوة، هي مش مهتمة، مش محسساني إن أنا. هل هذا عدم دلالة على المحبة؟ يعني عدم المحبة هي حاجتين، يا إما أنا فعلا مشغول بمشاعري غيرك أو غير مقتنع بيك كشريك عاطفي، فهماني؟ أو أنا عندي ما يشغلني عندك أصلا، أو إن أنا بفكر بشكل فعلا أنا مشغول يومي ومشغول وقتي، فهم عليا؟ وبفكر بشكل منطقي بزيادة،
فحاجة من الاثنين دول، أو إن إحنا بندخل مع شخص في جزء عندي في الجزء النفسي اسمه تبلد المشاعر. في ناس بتعاني مع الدبريشن من حالة من تبلد المشاعر، فتلاقيه مش عارف يعبر عن الحب والمشاعر، مش عارف، ما عندوش الإحساس ده، فتلاقيه بتحبه جدا كمصلاه كده مش حاسس بيها، مش حاسس لا لما شعر سعادة ولا لما شعر حب وعاطفة بزيادة، مش عارف ده بيجي لنا مشكلات كتير بقى. أيوة بيأثر على العلاقة العاطفية ما بينهم. فإحنا محتاجين هنا إن أنا أتحكم في العلاقة، يا إما أنا بعطيك الاحتواء ده مش منتظر منك عشان عارف إن أنت طريقتك أسلوبك لكن بتحبني لكن مش عارف تعبر، فأنا بديك الاحتواء والاهتمام والمحبة مش منتظر منك العائد. طلعوا بقى أنا أحس, أنا أحس إن, إن والله فعلا يعني دكتورة إذا بنتكلم مفهوم المحبة معقد ترى. لا لا يعني مش للدرجة دي، بس المهم إن إحنا نكون مع الشريك اللي مناسب لينا. بس مهما ودك إنك أنت تفهم الطرف الآخر صعب إنك تفهمه بشكل يعني كامل. لمتى بتتم أنت تحاول يعني إنك بتحلل تفهم بتحلل بتحلل يعني حياتك كلها عبارة عن تحليل. تروح تدرس على الماس. إن أنا بتعامل معاه فترة، ما إحنا قلنا فترة ارتياح. أيوة. يعني حتى لو أنا هروح أتعرف عن طريق الأهل كده ونرتبط، في فترة ارتياح اللي مسميها فترة التعارف أو الخطوبة، أرتاح أشوف كلامها تفكيرها هو بيتكلم إزاي، إيه طبيعة تفكيره أسلوبه تعبيره، حتى نوعية الهدايا اللي بيجيبها. أيوة. بتعبر عن المشاعر. فهم عليها. فده في ناس تجيب لك هدية هتستمر تقول لك مثلا أنا جبت لك مثلا الكوب ده اللي عليه مثلا اسمه عشان كل ما تشرب فيه تفتكرني، في حاجة مستمرة. لا والله أنا جبت لك الحاجة دي وردة بس على أساس المشاعر الحلوة بتاعت اليوم، بس الوردة ما تنتهي مش هتفتكر صح خلاص. فهمني؟ لكن كله حلو، كلها هدية حلوة. الشيء التاني أنا لازم أبقى عندي شوية وعي. إحنا كلنا بنطلع من بيوتنا متعلمين والجامعة والدراسة وتعلمنا كل شيء، لكن هل تعلمنا حاجة اسمها السلوكيات وإدارة المشاعر والذكاء العاطفي والحاجات الجميلة اللي إحنا بنسمعها على النت دلوقتي، هل دي أخذناها في منهج مدرسي؟ لا. اتعلمناها في البيت؟ إحنا طلعنا كده بالفطرة زي أهلينا. أنت بقى عليك أن أنت تنمي زي التطوير الذاتي كده، تنمي الجزئية دي عندك، تسمع كتير فيديوهات وتتعلم عن الذكاء العاطفي، إدارة المشاعر، ومن رايح إزاي أرتبط بحد. لازم عندي جزء في الوعي بالمشاعر. أيوه. لغات الحب لازم أفهم إيه لغة الحب اللي عندك، هتعاميني إزاي، وأنت محتاجة مني إيه. ما بقاش أنا بعملك بحب وأنت مش عارف تعبر، طب روح اتعلم شوية عشان تعرف تتعامل معها، أو هي تتعلم عشان تتعامل أيوه. معاك. فمحتاجين نتعلم لغات الحب، الذكاء العاطفي، إدارة انفعالاتي. مش في الغيرة، ما أجيش بقى في الغيرة أدمر كل حاجة. وفي ناس بتغير لكن أقدر أعمل كنترول على الغيرة. طيب الغيرة هنا فيها ريليت ما بينها وما بين الثقة بالنفس. أيوة. فتلاقي إن الشخص اللي ضعيف الثقة بالنفس بيغار كثير، وتقدير الذات عنده منخفض، تلاقيه بقى في غيرته صعب جدا، بيغير من كل شيء. فلو مسكت التليفون خمس دقايق يغير. لو اهتميت بنفسك زيادة على اللزوم تطلع من البيت خلاص. يعني ده اكيد هو اليوم بيوضب نفسه. في شيء غير شايف لشيء ده حطيتيه ليه وانت رايحه العرس؟ ليه كان مين هناك؟ كان في تلاقي اسئله مش طبيعيه تدخل للشك، وهذا يحتاج علاج. ايوه ضروري، لازم ان انا ابقى شويه يعني مش علاج قوي نفسي، ولكن يحتاج يقعد مع نفسه يبدا يشوف ان الثقه بنفسي فيها مشكله عندي انا، عشان ما تنقلبش على الطرف الاخر ان انا بعامله بشك، اتقلبت الغيره لشك، بقت مدمره هنا نفسيا. بالضبط. دكتور يمكن نحن خلاص وصلنا الى الدقائق الاخيره من البرنامج، ما شاء الله الحديث يعني يطول في في, في هذا الحوار وفي هذا الموضوع. بالضبط. فدكتورة سلوى فريد اخصائيه ارشاد نفسي، شكرا ليش وجودك اليوم معنا عبر الاستوديو. ان شاء الله راح تكون في لقاءات اعمق باذن الله تعالى في الايام القادمه. اليوم اسعد الله.